السلام عليكم بنات مصر وطن عربي، معكم محمود السرنكاوي من قناه مابيد. والنهارده في حلقتنا هقرا عليكم مجموعه تمارين سوبر وكبار جدا لشد ورفع الصدر. من قبل ما نعمل مع بعض التمرين الاول او كمان من قبل ما نعمل مع بعض الاربع تمارين، عايز اقول لكم ان الاربع تمارين كل تمرين فيهم هتعملوه 3 جولات في نص دقيقه، وهتعملوا تمرينتي 4 أو 5 ايام في الاسبوع مرتين في اليوم، يعني مره الصبح مره بالليل. ولو عايزين تعرفوا معلومات نصايح اكلات تعليمات تساعد بجانب التمارين على انكم توصلوا للهدف بتاعكم ان شاء الله في خلال 7 ايام او 10 ايام او 15 يوم، افتحوا الديسكربشن او الوصف تحت الفيديو هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بالتفصيل الممل حلو قوي. فانا بنصحكم انكم تبقوا متفرغين تماما عشان دلوقتي حالا هنتمرن مع بعض. يلا بينا.
بكده احنا خلصنا حلقتنا. شو ما احنا بتاعكم دايما، اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار ارفع لك كومنت تحت وان شاء الله اجاوب عليكم باقرب وقت، او تقدروا تتواصل معايا على الفيسبوك او انستغرام ان شاء الله مش متاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتي جديده اللي بتنزل على قناتي واللي بنزلها كمان كل يوم. وبرده في نفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. Peace.